السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، نتحدث عن شكر النعم. ربنا سبحانه وتعالى تفضل وتكرم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. هذه الأيام مع عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة، ربنا سبحانه وتعالى أكرم المسلمين والأمة الإسلامية قاطبة بخيرات وبركات كثيرة. كل واحد منا لا يستطيع أن يعد النعم ولا أن يحصي الخيرات التي أكرمنا بها الحق عز وجل. فكل ما بنا من نعم وكل ما بنا من خيرات هي من عند الله. الله عز وجل سخر للإنسان الكون وما حوله، سخر لنا كل ما نحتاج إليه لنحقق السعادة ونحقق الغاية من الحياة. وهو القائل جل جلاله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، أي أن كل ما في الوجود هو من عند الله. مسخر لمن؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أهل الله يكادون يبكون من شدة التفكر في نعم الله، خيرات كثيرة ومتعددة. ويكفي أن الله عز وجل فضلنا نحن بني آدم عن سائر المخلوقات، فقد جعل كل شيء مسخر لنا. وهو القائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظروا أيها الأحباب الكرام إلى هذه النعم التي نتقلب فيها. ربنا بين الفينة والأخرى يرسل إلينا شيئا من العذاب أو من الفتنة أو البلاء ليذكرنا بأن الله تعالى هو خالق الوجود وهو المنعم. لعل الأمراض والأسقام والفقر وبعض الأوبئة هي مجرد تذكير. يقول نحن هنا ربنا عز وجل يذكرنا لأننا نقع في الغفلة. الإنسان حينما يعطيه الله تعالى القوة والمال والمدد والجمال واللدة ينسى بأن هذا كله عطاء من عند الله. ولكي يذكرنا بين الفينة والأخرى يسلط علينا بعض الشدائد أو بعض الكروب حتى نرجع إليه. الله عز وجل لماذا فضل الأنبياء وفضل المرسلين واجتباهم واختارهم؟ لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر منا في الشكر والحمد له سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. اختار الأنبياء واختار المرسلين واختار الأولياء وفضلهم وكرمهم. لماذا؟ لأنهم بكل بساطة كانوا كثيري الشكر وكثيري الحمد، وينسبون كل نعمة لله ويستحضرون عظمة الله، ودائما يستشعرون الحضرة الإلهية. ربنا مدح نبيه نوح عليه السلام وقال إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح كان يتصف بالعبودية لله رغم أن الله أعطاه الكثير. يكفي أن له مد له في العمر ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان مع العطاء الإلهي يشعر بالعبودية لله، ولكنه كثير الشكر على ما أعطى وألزم.
إنه كان عبدا شكورا. سيدنا إبراهيم الخليل هذا وحده كان آية في الشكر، حتى إن ربنا عز وجل قال وإبراهيم الذي وفى. لماذا وفى؟ ولماذا ربنا يسمه بأنه وفى يعني أكثر من العطاء؟ قالوا لأنه كثير الشكر والحمد، كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليها وشكر، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها وشكر، وإذا نام النوم حمد الله عليها وشكر. لذا قال وإبراهيم الذي وفى. قال عنه عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه، فاصطفاه الله تعالى وجعله خليلا. أما سيدنا النبي محمد بن عبد الله فكان آية في الشكر، رغم أن حياته فيها سلسلة من الابتلاءات والشدائد والفتن والكرب، لكنه كان لا ينتبه إلى ما أصابه من ضراء، وإنما كان يتوجه إلى ما أعطاه الله من سراء، فكان كثير الشكر وكثير الحمد، حتى إنه كان لا يكاد ينام الليل، يقوم الليل كله أو نصفه أو ثلثه أو أكثر من ذلك قائما ساجدا راكعا لله حتى تفطرت قدماه. أم عائشة تقول له يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى يا عائشة، ولكن ألا أكون عبدا شكورا؟ الذي يكون عبدا شكورا هو الذي يعمل ويعمل ويعمل من الصالحات دون كلل وملل، ويشكر الله تعالى على كل كبيرة وصغيرة. نحن الآن أيها الأحباب الكرام لكي نتخلص من ضغوط النفس وضغوط الحياة، ونتخلص من شعور الحزن والكآبة والاضطراب الذي قد يسيطر علينا بين الفينة والأخرى، ما هو العلاج؟ العلاج بسيط، لا يحتاج إلى أدوية ولا يحتاج إلى جلسات مطولة مع الخبراء، وإنما يحتاج فقط للإنسان أنه يحمد ربه ويشكره على النعم الذي أوفانا إياها. كلما شكرت الله تعالى وحمدته كلما ازداد عندك ما يسمى بهرمون السعادة، وتشعر بالطمأنينة وتشعر بالسكينة وتفرح وتسعد. إذن كيف نشكر ربنا عز وجل؟ أولا كلما شعرنا بأن هناك نعمة توصلنا بها من عند الرحمن علينا أن نشكره، ولنردد دوما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا حصلنا على نعمة كبيرة أو تلقينا خبر صار إما بالنجاح أو بالربح أو خبر فيه دفع بلاء أو مصيبة، علينا أن نسرع إلى سجود الشكر. سجود الشكر كما معلوم يكون في غير وقت الصلاة، في أي وقت، ولا يكون مشروطا بالوضوء ولا بالقبلة ولا بالطهارة، هو مجرد أن تسمع الخبر الصار تشكر الله تعالى وتسجد له، سجود الشكر. لاحظوا بعض لاعبي كرة القدم حينما يسجل هدفا دون شعور يسجد لله عز وجل، هذا يسمى سجود شكر لله سبحانه وتعالى. والشكر أيها الأحباب الكرام يكون على أنماط ثلاث، ينبغي أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالجوارح. أما شكر القلب فهو الاعتراف بأن الله تعالى هو صاحب الفضل والنعم، يعني ما عندي من نعم، ما وصلت إليه من نجاح، ما توفر لي من مال، ما حققته من آمال، كله ليس من عندي وإنما بتوفيق من الله وعطاء من الرحمن. فكلما نسب الإنسان النعم التي عنده إلى الله زاده الله من فضله. ثم الشكر بعد القلب يكون باللسان، وهي أن نكثر من الحمد. ربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، والحمد ينبغي أن نكثر منه، وقد علمنا النبي الكريم أن نقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. وكلمة الحمد لله هي من غراس الجنة،
كل من قال الحمد لله غرس الله له نخلة عظيمة في الجنة. فالحمد كما يكون بالقلب يكون باللسان. وربنا عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحدث. الإنسان إذا شعر بأنه عنده نعم يحدث بها، إلا إذا خشي من الحسد وخشي من العين، فإنه لا يخبر بها إلا أصحاب الإيمان واليقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فعلينا أن نحمد الله في كل حال، وخصوصا عند الصلاة لما نكون في الركوع ونقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. هذه كلمة عظيمة، الله تعالى يستمع ويجيب ويعطي لمن حمده. حتى إن أعربي لما صلى أول مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، الأعربي قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الأعربي قال: ربنا يسمع. إذن قال هذا الكلام. فلما انتهى النبي الكريم من الصلاة قال: من قال هذا الكلام؟ من ردد هذه العبارات؟ الأعربي خجل، لأنه قال من تلقاء نفسه، قال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ملائكة من السماء نزلوا يتسابقون ليسجلوا هذه الأذكار في صحيفتك، فهي نعمة عظيمة. وبعد الشكر بالقلب واللسان تأتي الشكر بالجوارح، وهي أن الإنسان يسخر هذه الجوارح وهذه العطاءات الإلهية فيما يحبه الله ويرضاه. فإذا أعطاني الله تعالى منصبا أو مقاما عليا بين الناس، أو أعطاني ثروة أو مالا، أو أعطاني كلمة مسموعة، أو أعطاني أي نعم، ينبغي أن نسخرها فيما يحبه ويرضاه، وسخرها لمساعدة عباده الضعفاء والفقراء والمستضعفين، وسخرها للإنفاق على المحتاجين، وسخرها لقول كلمة الحق، وسخرها لرفع الظلم وإنصاف أصحاب الخير والحق. وأيضا أستعين بهذه النعم على طاعة الله، وأتجنب ارتكاب المعاصي والمحرمات. كم من إنسان أعطاه الله تعالى مثلا صورة جميلة جدا، طال جمال، هذا جمال نعيم، عوض أن يحمد الله تعالى يستخدمه في المعاصي. كم من أحد أعطاه الله مال وفير، عوض أن يشكر الله تعالى يستخدمه في إنفاقه في المحرمات. كم من إنسان أعطاه الله مقاما علي يتكبر بعلى الخلق، هذا ضياع. فالإنسان عليه أن يستشعر بأن هذه النعم هي من عند الله، ويتحدث بها بين الناس، لكن دون مبالغة ودون أن يخدش مشاعر الآخرين. طبعا إذا أعطانا الله نعم ينبغي أن تظهر علينا، لأن الله تعالى يحب أن تظهر نعمه على عبده في مطعمه وملبسه ومسكنه وسائر شؤون حياته دون إسراف ولا تقتير. وكذلك من شكر النعم أن الإنسان يدفع الصدقات للفقراء. كلما أعطاك الله النعم ابحث عن الذين هم أقل منك في الخير، أكرمهم لكي يزيدك المولى، ربنا يزيد. ولا بد أن ننسب دائما هذه النعم لله تعالى. المشكل وأن البعض حينما يؤتى بنعم ينسبها لغير الله، إما ينسبها لنفسه لأنه متكبر ومعجب بنفسه فيقع في الرياء، وإما بعض الحمقى والمغفلين ينسبونها إلى الطبيعة أو ينسبونها إلى مخلوقات خارقة للعادة، وينسون بأن المولى عز وجل هو الخالق هو المدرك. ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إياكم يا عباد الله بعد أن تنعموا بهذه النعم وهذه الخيرات تنسبونها لغير الله، لأنكم إذا نسبتموها لغير الله أو لأنفسكم
انتظروا بأن الله سوف يزيلها عنكم، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لماذا؟ لأن السلب يكون لما لا نقدر هذه النعم لله تعالى. أما إذا كنا من الشاكرين دوما من الحامدين، فانتظروا أيها الأحباب بأن رزق الله سوف يزيد ولا ينقص، سوف يكثر ولا يقل. وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نحن الحمد لله في مغربنا العزيز لاحظنا في هذه الأيام، أيام عيد الأضحى المبارك، رأينا الخير كثير، الأغنام متوفرة بشكل غريب، وحتى الأتمنة كانت في المتناول، والفقراء جلهم قد ضحوا، ربما لم يضحي الأغنياء، بعض الأغنياء الذين عندهم ثروة وعندهم مقامات وربما عندهم موقف من هذا العيد، ربما سافروا إما خارج الوطن أو إلى منتجعات سياحية وأرادوا أن يتخلصوا، ربما، استغفر الله. لكن الخير الكثير وهو أن الناس كلهم تقريبا، ما رأيت أحد لم يضحي، الكل قد ضحى وأكل وشرب وتنعم، ووفق الله تعالى العباد للعمل الصالح، فهذه كلها نعم. فممكن أن نقول بأن مؤشر التنمية والاستقرار في البلد عظيم جدا، بالملاحظة إلى كيف مر عيد الأضحى المبارك، حتى عمال النظافة كانوا في مستوى رفيع، والخير كان عميم للجميع. لهذا ربنا عز وجل يقول لنا: كلوا من رزق الله. نحن نأكل ونتنعم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله يخاطبنا جميعا ويقولنا هذه الآيات: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فمن كان عنده بلاء أو ربما كانت عنده شدة في الحياة، أقول له: لا تحزن، الله معنا، الله يسمعنا ويرانا، وهو الآن معنا وفي كل وقت وحين. وهو القائل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هو الله سبحانه وتعالى، ماذا علينا أن نفعل؟ نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء، حتى إن الله يعجب من قنوط عباده، يظل سبحانه يضحك ويعلم أن فرجنا قريب جدا بالدعاء. فاللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم أدم علينا هذه النعم، وارزقنا نعم كثيرة، وزدنا ولا تنقصنا، واحفظنا وارعانا وبارك فينا. اللهم واصرف عنا كل بلاء وكل سوء، واجعل حياتنا دوما مطمئنة، واجعلها مؤمنة، واجعلها مباركة. آمين آمين. فلنكثر أيها الأحباب الكرام من قولنا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.